مشاهدينا دلوقتي تعالوا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله الثالثه من كاس الاتحاد الانجليزي، ده غير طبعا المباراه الوديه للمنتخب المصري مع منتخب تنزانيا على استاد القاهره. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الداخلية أعلنت عن مد فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر للاستمرار في توفير كافة السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. النهاردة أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. النهاردة هتحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل اثنين من كبار المبدعين في مجال الكلمة والنغم، هما الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار أحمد صدقي، وده من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم الأصبجي في 8 مساء على مسرح الجمهورية. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع المباراة الودية اللي بتجمع المنتخب الوطني مع منتخب تنزانيا في 6 مساء على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2024 اللي بتستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 8 مباريات في إطار الجولة الثالثة من كأس الاتحاد، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع هادرسفيلد في تمام الساعة 4 عصراً، ومباراة ليفربول مع أرسنال الساعة 6:30 مساءً.